بس ما قلت لي سيدو قديش بدك بيتبي؟ مثل ما وقف علي 20 ذهبي. لا شو 20 ذهبي؟ شو 20 ذهبي يا ابو اشرف؟ ما بيسوى ما بيجي. وليش حتى ما يسوى ليك وبيت الابايبي؟ اصغر منه ومرتك ومباع 20 ذهبي. لكن ما اختلفنا، بيت الابايبي صحيح اصغر منه، بس يعني مو باخذ الحاره، شحوا على الطريق يا ابو اشرف. اخي ماشي، حطه ببالك وشوف لي شر له، بالناقص ذهبي بالزايد ذهبي مو فارقه، ما رح نوقف البيعه. ايه ماشي يا ابو اشرف. بس الله يرضى عليك يا ابو عدنان، لا تنام عليها، انا كتير مضطر على مصاري. لا سير شوي نام، نام لك علي الحلال، ما رح نام للعلاج زبون لهالبيت. منيح هيك سيدو؟ قول الله ابو عدنان. ايه هاي رزق حلو، بس لمين نبيعه البيت؟ شبك ابو عدنان في شي؟ لا لا سيدو ما في شي، ما في شي. وينك؟ اعتبر البيت مباع. يلا السلام عليكم. لك رحمة ايده للغريب وشاركه لحتى الغريب بحصته لهذا الواطي ابو ناجي. شو عم تقول يا مو؟ ابنك ابو اشرف طقع له يا مو جن. هذا من غضب عليه يا مو، من غضب عليه. يا رب يا رب اهدي يا رب. لا بدي بيوت ولا بدي دكاكين ولا معي مصاري. حل عني ابو عدنان، حل عني. لك يا ابو نادر، يا ابو نادر انت صاحبي وانا حابب نفعك. لك صدقني صدقني هذا البيت نصيحه، بدبر حالك شلون ما كان احسن ما يروح لغيره. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لك يا ابو نادر هذا البيت شلون ما كان في ربح صافي لجيبتك 3 ليرات ذهب. شو بهون؟ لك حل عني ابو عدنان، حل عني. يخرب بيتك شو لزقه هيك يا ابو نادر؟ هيك حل عنا. ايه على كل، انا الحمار، انا اللي بهيمه اللي حبيت نفعها خاطرك. والله مزبوط، عاشت الاسامي. يخرب بيته ما رضي يشتري لك. ولا انت ضروري تلو حقه 25 ذهبي؟ ما ابو اشرف قال لك بيعه ب 20 ذهبي؟ انا لازم هلا الاقي شر للبيت قبل ما حدا يشتري عن طريق غيري وتروح علي دلالته. فكر يا ابو عدنان فكر، مين محتاج لبيت بهالوقت؟ أخذوا من دور رضاك. شلون يا مو شلون؟ ما بعرف كيف فوتني من هون، طالعني من هون، لقيت حالي بدون بيت واخذ البيت. هي سلم عليك. من شان شو سيلو؟ عندي بيت خرجه. بيت لمين؟ ابو اشرف بده يبيع البيت تبعه. اي بيت منه؟ لك هذا الصغير اللي بحاره الدراويش اللي كان لابو عطا، لك اللي نمت فيه وقت اللي رجعت على الحاره. ايه 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 ايه. وقديش طالب فيه؟ 30 ذهبي. شلو؟ 25. لا لا خفان سمعي انا ابو عدنان، بدك تعد لي اياهم هيك خليهم يرنوا بايدني ذهبي ورا ذهبي. 20 وهذا اخر كلام. صدقني مالك علي يمين، هيك بده ابو اشرف. اخي انا شرب 19. منيح هيك؟ قد ايه؟ 17.
قديش ايه؟ لك عامل لك 15 شباك، كمان انت سمع خفان؟ لا مو قليل 15. لا مو قليل، انا هذا اللي عندي على السريع قبل ما ارجع بكلامي. ها طيب بروح بالله. قديه بدك تقول له؟ 15. 13 ابو عدنان شبنا. اخي هلا قلت لي 17. اخي انا على السريع بدك تنهي لي الموضوع والا برجع بكلامي. ها يلا عوام. طيب 15 وكل هالدلالة والركض، أنا شو بدي يطلع لي؟ توكلنا على الله. والدبور ما في بحبحوله شوي؟ أكتر من هيك ما دفع. بس والله قليل يا أبو عدنان، مو قليل. لك يا سيدو هذا سقفه، هذا سعره يعني. شو قلت؟ نقول له مبروك للزلمة؟ السعر ما ناسبني، مالي بياع. تكي ابو اشرف، طول بالك شباب، عم ناخذ نعطي بالحكي. مالك علي يمين؟ سالت كل هالحاره كلهم قالوا لي ما بيجي بالسعر اللي انت طالبه، يعني هذا سقفه 10 ذهبات، 10 ذهبات ونص. هلا هيك قالوا؟ ايه والله ما لي عارفان شو بدي اقول لك. كيف شو بدك تقول لي؟ خلاص وافق وعلى بركه الله. هلا الدبور ما بيرفع ولا ذهبي؟ الله وكيلك 14 ذهبي ما في غيرون. ماشي قل له بعت إن شاء الله. ألف 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 مبروك. الله يبارك فيك. إيه سيدو قلت البيت على مين؟ علي أنا. إيه؟ أنا اللي بدي أبط. عظيم، معناه تجبني الصائط والحجة تبع البيت على عندي. على رأسي على رأسي. الله يسلم ما ذكرت. إيك شغل يا قبل شرف سيدو، هاي حجة البيت والصائط وهي 13 ذهبي. لك شو 13 ذهبي دبور؟ نحن ما اتفقنا على 15؟ اتفقنا على 13 ذهبي. ها شي الله وكيلك ووكيل السماء والارض، قلت لي 15 عند القهوة. 15 ذهبي بقلب الكيس عنده. والله ما خليت لي رزق بطني. يا عتقدن قدامي هلا بدنا نتسبب. يلا خلصنا. خلص سيدو بيمرك واصل. دبور ناولنا. شو بدي ناولها؟ شي اجرة دلالتي على البيت. اجرة الدلالة على البيع ابو عدنان. ايوه بس الله وكيلك اهلكت، انا نزلته بالسعر للزلمه. لا خلاص ببطل على البيعة، اعطيني ذهباتي وخليني ارجعها. لا خلاص خلاص رب العالمين بيعوضني. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك بعمرك يا غش. مشرف عم يبعض. شو هاد يا خطة؟ مفتاح بيتها. هلو بيت؟ البيت اللي قعدتني فيه بالزمانات أول ما رجعت على الحارة. البيت الصغير؟ بيتك الصغير. شلون بيتي يا خطة؟ هذا رد الدينة كبيرة كتير إلك برقبتي يا عم يبعض. دينة شو؟ انت ان شاء الله مفكر اللي عملته معي علي كبير كبير كتير يا عمي أبعطة، وقد ما وفيتك رح اضلني مقصر معه. خدو عمي خطاب، خدو علي الجيرة ما بيرجع، وحلفتك بالله اخر تحطه بجيبتك. طيب بدل شو؟ هذا رد الدينة كبيرة الك برقبتي يا عمي أبعطة. لك انو دينة؟ كل شي عطيتك اياه هون ما بيساوي شي. بيسوا كتير. قد ما بيسوا ما بيطلعوا حق البيت. كل برغوت عطيتني يا يوميتها ما بيساوي مال قارون عندي، وعم تقلي ما عطيتني شي يا عمي أبعطة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب يا سيدي رح أخذ البيت، بس بشرط. بدون شروط؟ لا في شرط. طيب عمي أبعطة أنت بتأمر. نقعد ونتحاسب شو اللي عطيتك إياه وشو اللي باقي من حق البيت. انت حقاني مو هيك الاصول؟ ان شاء الله خير.